لضخ دماء جديدة بالقوات المسلحة، استقبلت مدرسة التعبئة والمشاة المرج التابعة لمراكز تدريب جنود الجيش الوطني عددا من المجندين الراغبين بالالتحاق بالدفعة 11 بعد استكمال كافة الإجراءات الطبية والرسمية للالتحاق. اليوم استقبلنا الدفعة 11 من المجندين الجدد الملتحقين بهذه المدرسة والذين سيبدأون التدريب في الأيام القادمة. هذه المدرسة كما عودتنا أيضا على تخريج هذه الدفعات، من هذه الدفعات هذه الدفعة التي بدأت الآن ستتلقى العديد من الدروس بكفاءة ضباط وضباط صف الموجودين في هذه المدرسة. المجندين الجدد سيباشرون تدريباتهم المكثفة على أعلى مستوى تحت إشراف وتدريب نخبة من ضباط وضباط الصف بالمدرسة، ليتم تجهيز قوات بكفاءة عالية قادرة على حماية الوطن والمواطن. اليوم أول يوم في أيام التدريب في مركز المشاة والتعبئة المرج، بدينا في تدريب الدفعة 11، واليوم أول يوم طبعا ضروري بناء اللياقة البدنية، وكيف بدينا أول أيام هذينا وبدينا في استقبال المسجدين. دماء جديدة تضخ بالقوات المسلحة التي لطالما أثبتت مدى تضحياتها المستمرة في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى تحويل ليبيا ملاذا لها، لتكون حائط سد ضد الأطماع الخارجية والجماعات الإرهابية. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.